السلام عليكم اصدقائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. هذا اليوم رجعت لكم فيديو جديد، وفي هذا الفيديو هذا جيت نطمن عليكم ونقول لكم كيف بقيتوا مع الخلعه ديال الزلزال اللي وقع البارح. انا البارح كنت بنصور لكم فيديو ونقول لكم شنو وقع لينا هنايا في الدار، ولكن بقوه الخلعه ما قديناش نصوره. ودابا في هذا الفيديو هذا غادي نقول لكم كاع داكشي اللي وقع لينا وكاع داكشي اللي حسينا به. الله يرحم الناس اللي ماتوا والناس اللي مصابين ومجروحين، الله يشافيهم. فاليوم غادي نعاود لكم كاع داكشي اللي وقع. المهم انا كنت جالسه هنايا في سيجور في هذا الفوتاي هذا، وماما كانت جالسه هنايا في هذه البلاصه هذه، وبابا كان واقف. ماما حسيت بالحف كيتزعزع، وانا انا حسيت به، ولكن انا قلت راه يعني غير حنا كندويو وكنتحركوا صافي الحف كيتحرك. ماما ملي حسات بيه كيتحرك قالت لبابا، قالت لي راه الزلزال. قال لها بابا لا، راه انايا حطيت رجلي هنا في الفوتاي وتحرك. ماما قالت صافي، راه حط رجلي في الفوتاي صافي راه تحرك. ومن بعد ملي بعد بابا حسينا بتزعزع اكثر من الاولى. في الاولى كانت خفيفه، من بعد زادت. وهي تقول لي ماما قالت لي راه الزلزال، وبابا عاد حس بيه. واللحظه اللي عرفنا حنايا راه الزلزال كانت مرام جالسه في بيتها. كنت جالسه في بلاصتي وهز الطابلات وبدات الناموسيه بيا كتزعزع. تخلعت صحاب لي شي جنتي زعزع الناموسيه، وقفت في الحيط. يبدا الحيط تا هو تيتزعزع، وانا نسمع ماما تقول زلزال زلزال. صافي بديت تنبكي تخلعت. دابا مرام فاش كانت متكيه وشاده الطابلات ديالها حسات بالناموسيه كتزعزع، وهي قالت لينا فاش حسات بها كتزعزع مع هي كانت في البيت وساده الباب. قالت لينا صحاب لي شي جن كيحرك الناموسيه. وقفت في الحيط وبقيت كنشوف الناموسيه، بقيت حتى هو كيتحرك. وقالت لينا جاب الله حليت الباب وسمعتكم كتغوتوا كتقولوا الزلزال الزلزال. ومرام كتبان لكم ديك الساعه مشات كتجري وكتبكي، كتبكي وكتقلب على صندالتها. ماما كتقول لها هبطي يا مرام هبطي، وهي كتقلب على صندالتها. هي باغا تلقى الفرده الاخرى، باغا تلقاها عاد تهبط هي. قالت لك ما تهبطش هي حبيانه. ومرام ما لقاتش صندالتها، لقات فرده وفرده ما لقاتهاش. وماما كانت ديك الساعه كتغوت كتقول مرام هبطي مرام هبطي، حيت خويا كان ديك الساعه هبط وهز مع نجلاء. ومرام اللي ما لقاتش صندالتها نزلت فرده وفرده لا. ماما ديك الساعه كانت كتغوت كتقول لها مرام هبطي مرام هبطي. وكان عبد الصمد ديك الساعه سبقنا، هز نجا حيت نجا كانت ناعسه، جاهزها وهبط بها. ونجا ما فاهم ديك الساعه واش ناعسه هي ناعسه وصافي. وماما ومرام وانا هبطنا، وبابا بقى هنايا في الدار. طفى قطع الضو وقطع الاخر وطفى البوطه وكل شيء، حيد البريز وحيد كل شيء وصوره الباب وخرجنا. كيبان لكم كلشي كيجري، البيبان كيتسدو والناس كيجريو. ونزلنا واحد البقعه كاينه قدام الباب ديال العماره، كتبان لكم عامره بالناس وكلشي مخلوع وكيبكيو والدراري الصغار. وعشنا واحد الخلعه اول مره غادي نعيشوها، حيت انا ومام وشحال من وحدين يعني عمرنا ما عرفنا الزلزال كيفاش داير. انا اول مره غادي نعرف الزلزال كيفاش داير. بقينا حنايا في البقعه، يعني حتى الناس اللي كانوا مقابلين مع العماره ديالنا حتى هما كانوا خارجين، كلشي كان خارج. جاب الطوموبيل ومشينا للرباط باش نلقاو شي بلاصه خاويه ونبقاو فيها تما بما تهدم الدنيا. حيت قالوا الناس بانهم مع الجوج، مع الوحده ولا الجوج غادي يعاود يضرب وصافي خفنا. وفاش مشينا للرباط كانوا عاوتاني هكا ديال ناس كثر من هنايا، هكا ديال ناس خارجين وحاطين كراسه وجالسين، عرفتوا راه بزاف. السلام عليكم اصدقائي. في الزلزال ما كنت اصلا حاسه، انا كنت ناعسه. ومن فقت لقيت خويا عبد الصمد هزني، لقيت بزاف ديال الناس سمعتهم كيقولوا الزلزال وخفت بزاف. نجلاء مسكينه راه ما حسات بوالو، حتى فاش كان الزلزال هي ما حساتش كاع به حيت كانت ناعسه. وفاش فاقت في الزنقه، فاش فاقت لقات راسها في الزنقه ولقات خويا هازا، يعني ما فهمت والو. كتسمع الناس كيقولوا الزلزال الزلزال، وكتلقى يعني الناس بزاف ومخلوعين واللي كيبكي. فتنجلاء حتى هي خافت، وبابا جاب الطوموبيل باش نمشيو للرباط.
لقاو تما شي بلاصه خاويه ونجلسوا فيها بين ما يدوز داكشي حتى قال لك ما بين الوحده والجوج يقدر عاوتاني يضرب الزلزال. وحنا يخفنا مشينا الرباط ولقيناه عامر اكثر من سله. لقينا الرباط كامل عامر بالناس والناس كاملين جالسين في الشانطيات وبعادين على الديور اللي يوقعوا تاني الزلزال. وحنايا مشينا وقفنا فواحد البلاصه كنا خاويه بعيده على الديور باش حتى لو وقعت شي حاجه ما يوصلنا حتى حاجه. ورجعنا للسلام ما شحال داز باش رجعنا وقنا عاوتاني الناس ديال العماره باقين جالسين برا. حتى حنايا بقينا واقفين معاهم برا شي ساعه عاد طلعنا للدار وبقينا جالسين في السيجور قدام الباب انا وماما وخوتي ناسو مرام ونجلاء وبابا وخويا كاملين ناسو غير انا وماما اللي بقينا فايقين. وانا نعس مع الخمسه حيت كنت قاريه فضروري خصني الناس حيت كنت فايقه مع السبعة ونص وما صافي ونعس انا وفقت والحمد لله ما وقع والو. ونتمنى من الله انه الزلزال ما يعاودش يضرب والناس اللي تصابوا واللي تجرحوا الله يشافيهم والناس اللي ماتوا الله يرحمهم. الصراحه انا باقا في خلع ديال الزلزال ملي كنجي نعس تنخاف لي يرجع يضرب الزلزال. وبقاو فيها دوك الوليدات الصغار المساكن اللي ماتوا وهذيك المراه اللي ماتوا لاولادها بربعه وراجلها بقات فيها مسكينه الله يصبرها والله يرحم الناس اللي ماتوا والله يشافي الناس اللي تصابوا واللي تجرحوا. وانا مابقيتش كنقد كندخل تيك توك حيت كيبقى يطلع ليا الناس اللي ميتين والناس اللي تصابوا فما كنقدرش انا نشوف هذاك الشيء فمابقيتش كاع كندخل لي حاليا تيك توك. اصدقائي بصح حتى انا ما بقيتش كاع كنقدر ندخل تيك توك. كندخل تيك توك كيبقاو طلعوا هذوك الناس كيدفنوا والديور كيطيحوا كنبقى نتخلع وما كنقدرش نعس. اصدقائي الله يرحم الناس اللي ماتوا وهذوك المصابين الله يشافيهم. خليتكم على خير اصدقائي والله يحد الباس ونتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا وبسلامه بسلامه.